أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة التطورات والمستجدات كافة، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الندوة البرلمانية رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعقد في الصين بتنظيم مشترك بين البرلمان الصيني والاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات. وفي كلمته أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية أدركت الحاجة الملحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة وتهدف بالأساس لحوكمة الجهود التنموية المصرية في المجالات كافة، فأطلقت رؤية مصر 2030، كما أشار إلى أن مصر تدرك الأهمية القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة ولتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما دعا إلى تعزيز صوت شعوب الدول النامية ودول الجنوب في المحافل البرلمانية الدولية عبر دبلوماسية برلمانية تنموية فاعلة في شقها متعدد الأطراف، بما يكفل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتصبح أكثر إنصافاً. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، بحث مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات مشروع الشركة الحالية والمستقبلية. هذا وأكد الوزير أن السوق المصرية تمتلك الإمكانات والمقومات كافة الاستثمارية التي تؤهلها لقيام صناعة سيارات قوية، موجها بدراسة سبل إشراف الشركة على إدارة العملية التدريبية بأحد مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالوزارة. كما تناول اللقاء متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصرية بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية ولتوطين الصناعة ولتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب. هذا وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها بمحافظة البحيرة. هذا وأوضح وزير الإسكان أنه خلال 10 أعوام في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الانتهاء من تنفيذ نحو 27 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة البحيرة بطاقة تبلغ نحو 353,000 متر مكعب يوميا بتكلفة 3,638,000,000 جنيه، وكذلك تنفيذ نحو 67 مشروعا للصرف الصحي، ومشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المرحلة الأولى من برنامج خدمة الصرف الصحي المستدامة بالمنطقة الريفية بمحافظة البحيرة. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.